من مركز بومبيدو بباريس إلى متحف محمد السادس شدت هذه الأعمال الفنية الرحال لتسافر بزوار المعرض إلى أوروبا القرن العشرين. أكثر من 80 عملاً فنياً إبداعياً من توقيع رواد الحداثة كدالي، ميغو، بيكاسو وكاندينسكي، لوحات ترسم كرونولوجيا قرن من الزمن في بلدان أوروبا البحر الأبيض المتوسط. Maroc, c'est la première fois où autant de grands noms de la peinture. هي المرة الأولى في المغرب التي يجتمع فيها هذا الكم الهائل من الرواد في الفن التشكيلي. صبرنا أغوار البحر المتوسط وعدنا للقاء الجمهور المغربي. بيكاسو، براك، دالي، ميغو، كاندلسكي، أغمون، سيزار، كل الأسماء الكبرى في الفن التشكيلي هنا في هذا المعرض. هو عمل كرونولوجي وموضوعاتي. كرونولوجي لأنه يمتد من سنة 1905 إلى حدود الثمانينات، وموضوعاتي لأنه يركز على أهم 9 مراحل عرفها التاريخ المعاصر في أوروبا البحر الأبيض المتوسط. أعمال فنية جسدت علاقة فناني أوروبا القرن العشرين باللون والفضاء، أعمال ذات اتجاهات فنية مختلفة تراوحت بين الانطباعي والتجريدي، ستشكل ولا شك مناسبة للفنانين المغاربة للاطلاع عن قرب على تجارب تشكيلية جديدة. هي رؤى وزوايا نظر اختارها هؤلاء الفنانون للتعبير عن التجدد في فنهم عبر وحدة الفن التي تعرفها بلدان أوروبا المتوسطية، لكن في نفس الوقت عبر التنويع الذي تتميز به والغنى الذي تعرفه ثقافة كل بلد على حدة، وهو ما ساهم في تنوع هذا المعرض الذي يشكل فرصة للتبادل والتلاقي. هذا الاحتكاك هذا معين هو أنه الفنان يعني هو الاطلاع عليها يعني درسها، ولكن حينما تكون أمامك يعني تحيلك على التعايش ما بين الشعوب، تحيلك على القرب وعلى الجوار، تحيلك على التاريخ، على الجغرافيا، تحيلك على معطيات حتى سياسية. الانفتاح على تجارب تشكيلية وفنية جديدة هدف يسعى المتحف إلى تحقيقه عبر استقطاب أعمال فنية عالمية يضعها بين أيدي الزوار ويعفيهم بذلك عناء السفر إليها إلى المتاحف العالمية.